الانتخابات القادمة والهيئة العليا قررت مبدأ، ومن حيث المبدأ تنسيق والتحالف مع الأحزاب الشخصيات العامة، ولكن المكتب التنفيذي للحزب هو اللي هينظر كل حالة على حدة. يعني اللي أقرته الهيئة العليا اليوم إن مبدأ التنسيق والتحالف مقرب النسبة لينا في حزب الحرية والعدالة، والهيئة العليا هي والمكتب التنفيذي هو المعني بالتنفيذ في هذا الأمر. طيب، رقم واحد، اكتب الدكتور عصام. هات يا ابني ورقة. سيدك. طيب حاضر. اكتب هناك. حاضر. اديله الميكروفون يا فندم. حاضر حاضر. رقم واحد، أستاذ حسين محمد إبراهيم. حسين محمد إبراهيم. رقم اثنين، الدكتور حلمي كزار. اتصل بنا دلوقتي. رقم اثنين، الدكتور حلمي الجزار. بالنسبة لانتخابات الأمين العام لحزب الحرية والعدالة التي جرت اليوم، عدد الحضور 60 عضو، إجمالي الأصوات الصحيحة 60، أصوات باطلة 0. حصل دكتور حلمي الجزار على 21 صوت، حصل الأستاذ حسين إبراهيم على 39 صوت، وبذلك تكون النتيجة فوز الأستاذ حسين محمد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواج أمهات المؤمنين وذريات وآل بيتي كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، يعني قبل ما أجاوب، بشكر جميع الإخوة وبحيي الدكتور حلمي الجزار في غيابه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يجعلنا عند حسن ظن إخواننا اللي هم منحونا هذه الثقة، ونعاهد الجميع إن إحنا، وده أرد بيه على السؤال أيضا، إن إحنا كحزب إن شاء الله وكمكتب تنفيذي بنشتغل، وهيئة عليا بنشتغل كمؤسسة، إحنا شغالين كمؤسسة، الأمين العام هو بينفذ اللي المؤسسة بتطلبه منه، فإحنا كلنا مؤسسة، وإحنا إن شاء الله في خطتنا من قبل ما كان حسين يترشح للأمانة العامة أو يفوز بمنصب الأمين العام، إحنا في خطتنا إن أمانات الحزب في المحافظات مزيد من التفعيل في هذه المرحلة. في أمين عام أصبح متفرغ الآن، مطلوب إن إحنا كل الأمانات، أمانات المحافظات، يبقى في صلة وثيقة بالمكتب التنفيذي بالأمين العام. ده اللي احنا بنقول فيه، لان احنا داخلين على مرحلة تاريخية ومرحلة فارقة في تاريخ مصر، واحنا ان شاء الله كلنا ثقة في الشعب المصري، ان الشعب المصري بمشيئة الله سيمنح ثقته لحزب الحرية والعدالة عشان نستكمل مسيرة احنا بدأناها وهنكملها لصالح هذا الشعب، وجزاكم الله خير.